السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم عالم الفيزياء. إذا من بعد ما شفنا الفقرة الأولى من الدرس لا غرافيتاسيون انيفيرسيل، الفقرة الأولى منها هي لوردر دو غروندور، غننتقلو لما تبقى من هذا الدرس. إذا الفقرة الثانية انتيراكسيون غرافيتاسيونيل، إذا كتعريف لي زانتيراكسيون غرافيتاسيونيل ديفينيسيون. Deux corps A et B sont en interaction gravitationnelle s'ils exercent mutuellement l'un sur l'autre des forces d'attraction dues au seul fait qu'ils ont une masse non nulle. Et d'un jisman A ou B يتجاذبان فيطبق بعضهما على البعض قوى تجاذبية بسبب كتلتيهما، بمعنى عندهم كتلة غير مهملة. expression de la force de gravitation، loi de Newton، تعبير قوة التجاذب، قانون نيوتن، نسبة للعالم نيوتن الذي قام بصياغته. deux corps ponctuels A et B de masse MA et MB séparés par une distance d exercent l'un sur l'autre des forces d'attraction gravitationnelle. Et d'un jisman نقطيان بمعنى جسمان صغيران للأبعاد ديالهم صغيرة جدا. A و B de masse كتلتيهما MA و MB تفصل بينهما المسافة D يطبق بعضهما على البعض قوى تأثير تجاذبي F على B و F B على A. إذا ناخذ الجسم A، المركز ديالو هو O، الجسم B المركز ديالو O بريم، تتفصل بينهما المسافة D. إذن الجسم A يطبق على الجسم B قوى تأثير تجاذبي، والجسم B في نفس الوقت تطبق قوة على الجسم A. إذن نبدأ بالجسم A. إذن هذا الجسم يسعى إلى جر الجسم B نحوه. إذن باش يجر لنا هذا الجسم A الجسم B لعندو، غادي يطبق عليه واحد القوة اللي تنسميوها FA على B، القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B. فين غادي يطبق لنا هاد القوة؟ غادي يطبق لنا في المركز الثقل ديال الجسم B. في نفس الوقت الجسم B حتى هو غادي يجر لعندو الجسم A، وغادي يطبق عليه واحد القوة FA FB على A، بمعنى القوة المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A. فين غادي يطبق لينا هاد القوة؟ غادي يطبقها في المركز الثقل ديال الجسم A، وغادي يجرو لعندو. إذن باش نمثلو هاد القوة، غادي نمثلوها يعني من المركز الثقل ديال الجسم A نحو الجسم B. إذا تمثلوها بواحد السهم من المركز الثقل ديال الجسم A نحو الجسم B. إذا نشوفوا المميزات ديال هاد القوتين. عندنا فورس يعني قوة FA على B، القوة المطبقة من طرف الجسم A على الجسم B، والقوة المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A. إذن كما شفنا في الثالثة إعدادي، المميزات ديال القوة هما أربع مميزات. نبدأ بالمميزة الأولى اللي هي نقطة تأثير point d'application. المميزة الثانية الاتجاه أو خط التأثير droite d'action. المميزة الثالثة le sens المنحة، ثم الشدة لانتونسيتي. إذن نبدأ
القوة الأولى إف أ على بي بوان دابليكاسيون بمعنى نقطة تأثير القوة إف أ على بي فين تتأثر لينا تتأثر في مركز الثقل ديال الجسم بي اللي هي نقطة أو بريم لو بوان أو بريم دغوات داكسيون بمعنى الاتجاه أو خط التأثير ديالها إذا تلاحظوا بأن خط التأثير هو المستقيم الحامل لهذا القوة اللي هو المستقيم الأفقي المار من نقطة أو بريم و غادي يمر لنا كذلك من نقطة أو إذن لا دغوات أوريزونتال باسون با لو بوان أو بريم إي لو بوان أو لو سونس اللي هو المنحة إذن كيف ما تلاحظوا بأن المنحة ديال هاد القوة إف أ على بي فهو من نقطة أو بريم نحو الجسم أ حيت الجسم بي في هاد الحالة تيجر الجسم أ تيجر الجسم بي نحوه وبالتالي المنحة ديال هاد القوة غادي تكون من أو بريم نحو الجسم أ دو أو بريم فيغ أو هي نفسها كذلك أو بريم فيغ أو لانتونسيتي اللي هي الشدة إذا بالنسبة لهاد الشدة إف أ على بي غنشوفو التعبير ديالها يعني لاحقا القوة الثانية إف بي على أ القوة المطبقة من طرف الجسم بي على الجسم أ نبداو بنقطة التأثير إذا هاد القوة فين غادي تأثر لي هاد القوة اللي غادي يطبقها هاد الجسم بي على الجسم أ فين غادي تأثر غادي تأثر في مركز ثقل الجسم أ اللي هو نقطة أو إذا لو بوان أو دغوات داكسيون الاتجاه أو لا خط تأثير إذا غادي يكون هو المستقيم الحامل لهاد المتجهة وبالتالي غادي يكون المستقيم الأفقي المار من نقطة أو ونقطة أو بريم لا دغوات أوريزونتال باسون باغ أو بريم إي أو بالنسبة للمنحة لاحظوا بأن المنحة ديال هذه القوة هو من نقطة أو نحو الجسم بي أو من نقطة أو نحو أو بريم دو أو فيغ أو بريم إذا بالنسبة للانتونسيتي الشدة هي إف بي على أ غادي نشوفو القيمة ديال هاد الشدة لاحقا التعبير ديالها وهي اللي غادي نسميوها قانون نيوتن إذا إلا قارنا المميزات ديال هاد القوتين إف أ على بي و إف بي على أ شنو تلاحظو إلا قارنا دغوات داكسيون و لو سونس شنو تلاحظو بالنسبة للقوة الأولى لا دغوات داكسيون ديالها هو لا دغوات أوريزونتال باسون باغ أو بريم إي أو بالنسبة للقوة الثانية شنو تلاحظو بالنسبة للاتجاه ديالها لا دغوات أوريزونتال باسون باغ أو بريم إي أو إذن عندهم نفس خط التأثير إذا مشينا للمنحة القوة الأولى عندها المنحة من أو بريم فيغ أو يعني نحو أو يعني من أو بريم نحو أو والقوة الثانية عندها المنحة من أو نحو أو بريم أو نحو أو بريم إذن يعني عندهم منحيان متعاكسان وبالنسبة للشدة كذلك غادي تكون عندهم نفس الشدة غادي نشوفو التعبير ديالها لاحقا إذا فاش تذكرنا هادشي تذكرنا الدرس اللي شفنا في الثالثة إعدادي ديال توازن جسم صلب خاضع تأثير قوتين إذا لي كاركتيريستيك دي دو فورس إف أ على بي إي إف بي على أ هاد التعبير اللي كتبنا واش صحيح فورس هادي راه الشدة يعني شدة القوة المطبقة من طرف الجسم أ على الجسم بي وهذه شدة القوة المطبقة من طرف الجسم بي على الجسم أ إذا خاصنا نديرو السهم حيت القوة فهي عبارة عن متجهة إذا نعاودو نرسمو نفس الشكل اللي عندنا
إذن تلاحظوا بأن القوتين عندهم نفس ميم دروات داكسيون، يعني ميم ديريكسيون، نفس خط التأثير اللي هو نفس الاتجاه اللي هو لا دروات او او بريم، المستقيم او او بريم. دو سونس اوبوزي، منحيان متعاكسان. إذن بالنسبة للمنحة ديال الأولى مثلا من اليسار نحو اليمين، والثانية من اليمين نحو اليسار، الأولى من أو يعني من اليسار نحو اليمين، والثانية من اليمين نحو اليسار، هنا منحيان متعاكسان. ميم انتونسيتي، نفس الشدة، اف هذه تتسمى شدة مشتركة، اف على بي شدة القوة المطبقة من طرف الجسم على الجسم بي تساوي شدة القوة المطبقة من طرف الجسم بي على الجسم أ، تساوي جي مضروبة في إم أ مضروبة في إم بي على دي والسيتنان. نعرفوا هذه المقادير شنو تتعني. إذا بالنسبة ل إف على بي هي لانتونسيتي دو لا فورس إكزيرسي باغ لو كور أ سيغ لو كور بي أون نيوتون، بمعنى شدة القوة المطبقة من طرف الجسم أ على الجسم بي بي أون نيوتون. إف بي على أ هي l'intensité de la force exercée par le corps B sur le corps A en newton. شدة القوى المطبقة من طرف الجسم B على الجسم A بنيوتن. G constante de gravitation universelle. G تساوي القيمة ديالها تساوي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن متر كاري كيلوغرام موجه. هذه ثابتات التجاذب الكوني. هذه القيمة فهي دائما تتعطى في التمرين، فهي ثابتة، يعني لا داعي باش نحفظها، ولكن خاصنا نعقل على الوحدة العالمية ديالها اللي هي النيوتن متر وستنان كيلوغرام موجه. ام ا لا ماس دو كور ا اون كيلوغرام، يعني هاد ام ا هي كتلة الجسم ا بالكيلوغرام. MB هي كتلة الجسم B بالكيلوغرام. وأخيرا D هي المسافة الفاصلة ما بين المركز ديال الجسم O والمركز ديال الجسم B، المركز ديال الجسم A والجسم والمركز ديال الجسم B، والوحدة العالمية للمسافة هي المتر. Poids d'un corps et force gravitationnelle. إذن يعني وزن الجسم وقوة التجاذب الكوني. إذن نعرفوا le poids d'un corps، وزن الجسم. Le poids d'un corps est la force d'attraction qu'il subit lorsqu'il est situé à la surface de la Terre ou à proximité de sa surface. Le poids d'un corps est équivalent à la force de la gravitation universelle que la Terre exerce sur lui. إذن بالنسبة لوزن الجسم فهو القوة المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم، وهذه القوة يعني هذا وزن الجسم فهو يساوي قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. Caractéristiques du poids d'un corps. Il est le mouvement de la poids du corps. Il est le mouvement de la poids du corps. Il est le point d'application. C'est-à-dire le centre de gravité du corps qui subit l'action. Maintenant, le mercure est le jisme le plus important. Maintenant, il est l'arbre ou la cour hadidie. Le jisme le plus important est l'arbre. والجسم المؤثر عليه هو الكرة الحديدية، بمعنى الأرض غادي تجبد لينا الجسم، يعني الكرة الحديدية غادي تجرها لعندها، وبالتالي في هذه الحالة يعني الجسم المؤثر عليه هي الكرة الحديدية. إذا نقطة التأثير غادي تكون هي لو سونتر دو غرافيتي دو كور كي سوي لاكسيون، هي مركز استقر الكرة الحديدية. ديريكسيون لا دروات فيرتيكال باسون بار لو سونتر دو غرافيتي. إذا بالنسبة للخط التأثير فهو
المستقيم العمودي دائما تكون عمودي، المستقيم العمودي المار من نقطة التأثير اللي هي هاد لو سونتر دو غرافيتي. لو سونس الملحة دو هو اون با فيغ لو سونتر دو لا تيغ. إذن دائما الأرض تجر لنا الأجسام نحو المركز ديالها، تجر لنا يعني الأجسام تكون على سطح الأرض، وبالتالي تجرهم من الأعلى نحو الأسفل. لانتونسيتي إذا شدة هاد القوة اللي هي وزن الجسم تنحسبوها بهاد العلاقة بي تساوي ام في جي، بحيث بي هي لانتونسيتي دي بوا اون نيوتون، يعني شدة لانتونسيتي دي بوا اون نيوتون، ام لا ماس اون كيلوغرام يعني الكتلة بالكيلوغرام، و جي لانتونسيتي دو بيزانتور اون نيوتون على الكيلوغرام، يعني هاد جي هي شدة مجال التقالة والوحدة ديالها هي نيوتون على الكيلوغرام. اكسبريسيون دو لانتونسيتي دو لا بيزانتور اش، اذا تعبير شدة مجال التقالة جي. On considère un objet ponctuel de masse m situé à la hauteur h par rapport à la surface de la Terre. Et d'un autre واحد الجسم s نقطي بمعنى صغير، يعني الأبعاد ديال صغيرة، de masse m كتلته m situé à la hauteur h par rapport à la surface de la Terre. إذن تتواجد على ارتفاع h من سطح الأرض. إذن هذه هي الكرة الأرضية. La Terre, بالنسبة للكرة الأرضية، يعني الشعاع ديالها RT، الجسم S يبعد عن سطح الأرض ارتفاع H، التي تتواجد على ارتفاع H من سطح الأرض. إذن on suppose que le poids P est équivalent à la force de gravitation terrestre FT sur S. إذن هذه F القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. إذن نعتبر بأن وزن الجسم يساوي القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. إذن هذا الشيء يعني بأن P اللي هي شدة وزن الجسم تساوي شدة القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم S. إذن بالنسبة لبي كيف ما سبق لينا شفناها، بي تتساوي ام في جي، بي تساوي ام في جي. وبما أن هذا الجسم تتواجد على ارتفاع اش، إذن غادي نديرو جي اش. وبالنسبة لقوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على الجسم S فهي FT على S تساوي G مضروبة في M، M هي كتلة الجسم S، و MT هي كتلة الأرض على D أس 2. D أس 2 هي المسافة اللي تتفصل ما بين المركز ديال الأرض والمركز ديال الجسم S، والمسافة اللي تتفصل ما بيناتهم هي RT اللي هي شعاع الأرض زائد H، RT زائد H الكل أس 2. إذن غادي يولي عندنا هذا التعبير هو جي فوا ام فوا ام تي على ارتي زائد اش اس 2. إذن بما أن بي تتساوي اف تي على اس، إذن ام جي اش غادي تساوي لنا هذا التعبير، ام جي اش تساوي جي فوا ام فوا ام تي على ارتي زائد اش اس 2. أشنو تنلاحظ عندنا ام في الطرف الأول اللي هي كتلة الجسم اس في الطرف الأول، وعندنا ام في الطرف الثاني. اذا غادي نختزلوا بها وغادي نلقاو التعبير ديال جي اش. اذا هذا هو في الاخير، هذا هو التعبير جي اش، اكسبريسيون دو لانتونسيتي دو لا بيزانتور جي، اذا شدته مجال التقلع على ارتفاع اش. اذا
À la surface de la Terre, la hauteur h égale à 0. L'intensité de pesanteur devient. Et donc, il a quand le jisme à la sathe de la Terre, fait le hala, et ni h a dit ça oui, c'est fort. إذا ناخذ التعبير الأول اللي حصلنا عليه ديال شدة مجال الطاقة على ارتفاع h جي h تساوي جي ام تي على ار تي زائد h. إلا عوضنا h بالقيمة ديالو اللي هي صفر، شنو غادي نلقاو؟ جي صفر تساوي جي في ام تي على ار تي زائد صفر. غادي يولي التعبير ديال جي زيرو تساوي جي في ام تي على ار تي أس 2، وهذا هو التعبير ديال شدة مجال التقالة على سطح الأرض اللي تتساوي، يعني هاد القيمة إلا عوضنا ام تي بالقيمة ديالها، كتلة الأرض بالقيمة ديالها، و ثابتة التجاذب الكوني بالقيمة ديالها، وشعاع الأرض بالقيمة ديالها، وحسبنا غادي نلقاو بأن جي زيرو تساوي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. وإلا بقيتو تتذكرو معايا هاد القيمة كنا تنخدمو بها العام الفايت في الثالثة إعدادي، ولكن ما عرفناش منين جات هاد 9.81، يعني تتعطى كمعطى ما كناش عارفين يعني منين جات. هذا هو، يعني هذه هي العلاقة منين جات هاد 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. هذا هو الديمونستراسيون ديالنا. لا غولاسيون اونتخ جي اش اي جي زيرو. الان نجبدو العلاقة اللي تتجمع ما بين جي اش هي شدة مجال التقالة على ارتفاع اش، والجي زيرو شدة مجال التقالة على سطح الارض. نبداو بالعلاقة الاولى، اشنو تنلاحظو اللي مشترك ما بين هاد العلاقتين بجوج؟ ان جي في ام تي، جي في ام تي. اذا نشوفو جي في ام تي شحال غتساوي عندنا هنا. إذن جي في ام تي تساوي جي اش مضروبة، يعني خاصنا نحولو هاد اغ تي زائد اش أس 2 نحولوها للطرف الآخر، إذن غادي تقول لي عندنا مضروبة. إذن جي اش مضروبة في اغ تي زائد اش الكل أس 2. في العلاقة الثانية باش نجبدو جي فوا ام تي، غادي نحولو اغ تي أس 2 للطرف الآخر، إذن غادي تولي جي ام تي تساوي جي زيرو في اغ تي أس 2. إذا كيف ما تطلعوا عندنا جي في ام تي، جي في ام تي. إذا في هذه الحالة هذا التعبير غادي يمشي لأول لنا جي زيرو فوا اغ تي أس 2. إذا جي اش فوا اغ تي زائد اش أس 2 تساوي جي زيرو مضروبة في اغ تي أس 2. باش نحصلوا على جي اش في هذه الحالة خاصنا نحولوا هاد التعبير اللي هو اغ تي زائد اش أس 2 نحولوه للطرف الاخر، اذا غادي يولي لنا في المقام. باش نحولو لهاد الطرف غادي يولي في المقام، وبالتالي هذه هي العلاقة اللي تتجمع ما بين جي اش تعبير شدة التقالة على ارتفاع اش، والجي زيرو تعبير شدة التقالة على سطح الارض. اذا جي اش تساوي جي زيرو في اغ تي أس 2 على اغ تي زائد اش الكل أس 2. اكزيرسيس دابليكاسيون، اذا تمرين تطبيقي. كالكيلي لانتونسيتي دو لا فورس دو غرافيتاسيون اكزيرسي بار لا تير سور اون بول دو ماس ام ايغال 8 كيلوغرام سو تروف ا لا سيرفاس دو لا تير. اذا بالنسبه عندنا واحد لا بول، يعني كره تتواجد على سطح الارض، نحسبو شده قوة التجاذب الكوني اللي تطبقها الأرض على هذا الكرة الحديدية. سؤال تاني، كالكولي لانتونسيتي دي بوا دو سيت بول. إذن نحسبو شدة وزن الجسم اللي هي شدة وزن الكرة. كومباري سي دو فورس اي كونكلور، نقارنو هاد القوتين، بمعنى الشدة ديال القوة الأولى اللي غنحسبو والشدة ديال القوة الثانية. السؤال الرابع، ديدوير ليكسبريسيون دو لانتونسيتي دو لا بيزونتور اج جي اون فونكسيون دو جي ام تي اي ار تي. إذا نستنتجو تعبير شدة مجال التقالة بدلالة جي و ام تي و ار تي. دوني المعطيات، ماس دو لا تير ام تي تساوي
خمسة فاصلة سبعة وتسعين في عشرة أس 24 كيلوغرام. شعاع الأرض إر تي تساوي 6370 كيلومتر. ثابتة التجاذب الكوني القيمة ديالها هي هادي. وشدة مجال التقالة جي تساوي 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. إذا بالنسبة للسؤال الأول، لانتونسيتي دو لا فورس دو غرافيتاسيون اكزيرسي باغ la Terre sur une boule de masse M se trouve à la surface de la Terre. Et donc, la première chose que nous faisons, c'est que nous écrivons la chaleur entre ces deux forces. Et donc, F, qui est la chaleur entre les forces de la Terre sur la Terre, et la chaleur entre les forces de la Terre sur la Terre. Et donc, la chaleur entre les G. ثابتة التجاذب الكوني مضروبة في ام هي كتلة الكرة و ام تي هي كتلة العرض على دي اسيتنا اللي هي المسافة اللي تتفصل ما بين المركز ديال هذا الجسمين. اذا بما ان الكرة فهي تتواجد على سطح الارض يعني على سيرفاس دو لا تير اللي هي سطح الارض، اذا المسافة اللي غادي تفصل ما بيناتهم هي R اللي هي شعاع الأرض. غادي نعوضوا هاد دي أس اتنين بالقيمة ديالو اللي هي R T. إذن F تساوي G مضروبة في M مضروبة في M T على R T أس اتنين. أشنو بقى لينا؟ بقى لينا التعبير أو لا تعويض. غنعوضو كل مقدار فيزيائي بالقيمة ديالو. إذن G القيمة ديالها هي 6.67 في 10 أس ناقص 11 نيوتن متر كاري كيلوغرام موان دو. نعوضو إم بالقيمة ديالها هي هادي، ونعوضو إم تي بالقيمة ديالها هي هادي، و إر تي شعاع الأرض أس 2. تنلاحظو بأن شعاع الأرض فهو يعني معطي لنا بالكيلومتر، خاصنا نحولوه إلى المتر. إذن هذا 103 يعني 6370 خاصنا نضربوها في 10 أس 3. هذه راه ماشي 103، هذه 10 أس 3 متر. احنا حولناها للمتر حيت نعرفوا بأن 1 كيلومتر تساوي 10 أس 3 متر. إذا هاد 103 راها 10 أس 3. إذا التطبيق عادي تنلاحظوا بأن إلا حسبنا تنلاحظوا بأن F تساوي 78.50 نيوتن. إذن شدة القوى المطبقة من طرف الأرض على الجسم S هي F تساوي 78.50 نيوتن. السؤال الثاني، لانتونسيتي دي بوا دو لا بول. إذن تنعرفوا بأن شدة وزن الجسم هو تنرمزو ليه بي يساوي M في G. وعندنا M تساوي 8 كيلوغرام، والجي اللي هي شدة مجال التقالة تساوي 9.81 نيوتن الكيلوغرام. إذا نديرو تطبيق عددي، نلاحظو بأن بي تساوي 8 كيلوغرام في 9.81 نيوتن على الكيلوغرام. غادي نختزلو بالكيلوغرام عندنا في البسط وعندنا في المقام. إذا غادي نلقاو بأن بي تساوي 78.50 نيوتن. إذن ندوزو للسؤال رقم 3، comparison entre les deux forces. بمعنى comparer ces deux forces et conclure. إذن d'après la question 1 F égale 78.50 نيوتن. إذن حسب السؤال الأول لقينا F تساوي 78.50 نيوتن، والسؤال الثاني لقينا P تساوي 78.50. إذا شنو تنستنتجو؟ إذا بي تساوي إف، وبالتالي لو بوا دون كور إي إيكيفالون على فورس دو لا غرافيتاسيون كو لا تيغ إكزيغ سيغ لوي. إذا وزن ديال أي جسم كيف ما كان النوع ديالو فهو يساوي القوة المطبقة من طرف قوة التجاذب الكوني المطبقة من طرف الأرض على هذا الجسم. سؤال الرابع، ديدوير ليكسبريسيون دو لانتونسيتي دو لا
pesanteur J en fonction de J, MT et RT. إذا نمشينا للسؤال الثاني أشنو طلع لقينا بأن أو للسؤال الثالث لقينا بأن P تساوي F نبدأ بها وأن P تساوي F وبالتالي نعوض P بالقيمة ديالها نعوض P بالقيمة ديالها اللي هي تتساوي MG و F بالقيمة ديالها اللي هي تتساوي G في M فMT على RT أس 2 أشنو تنلاحظوا في هذه الحالة عندنا M اللي هي كتلة الكرة في هذا الطرف وعندنا كتلة الكرة في هذا الطرف وبالتالي غادي نختزلوا بها وغادي نلقوا بأن تعبير شدة مجال التقالة في هذه الحالة G يساوي G ثابتة التجاذب الكوني مضروبة في MT على RT أس 2 وهذا الشيء اللي مطلوب من الجهة هي MT هي هذه و RT أس 2 وبالتالي يعني جاوبنا على السؤال الرابع اللي هو استنتج تعبير شدة مجال التقالة G بدلالة G ثابتة التجاذب الكوني و MT كتلة الأرض و RT شعاع الأرض. إذن شكرا على المتابعة. إلى عجبكم الفيديو ديروا جيم والمشاركة باش يوصلكم أي جديد إن شاء الله.